السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك غادي نديرو تتمة ديال الصفحة 89. بقينا في ليكزيرسيس 13. A B C D est un parallélogramme de centre O. يعني A B C D متوازي الأضلاع للمركز ديالو هو O. Soit I et G les milieux respectifs des segments A D et B C. لتكون I و G هي منتصفات ديال القطعة A D و B C. Montrez que bien oublié un I O توازي D C. سؤال تاني. Montrez que O J توازي D C. تالتان. On déduire que les points I O I G sont alignés. بين بلي أن هاد لي بوان I O J هما نقاط مستقيمية. ندير اي لو ميليو دو ا دي. ناخد اكثر من النص ونرسم الميليو. I, le milieu de AD. Adna J, le milieu de BC. Le milieu de BC. غادي نسطر يمكن يتقاطعوا هنا. دونك هذه هي جي. دونك خصنا نبينو بلي ان اي او كتوازي لنا دي سي. دونك باش نبينوها غادي نخدمو في المثلث ا دي سي. فوالا نبينوهم. فوالا اي او بينها توازي دي سي. قلنا غنخدمو في المثلث ا سي دي. نلون المثلث باش يبان لينا مزيان. دونك نخدمو ا سي دي. ناخذ المثلث ا دي سي. عندنا او هي لو ميليو ديال ا سي. علاش؟ لان كار او هي لو سونتر ديال هي المركز ديال ا بي سي دي. وعندنا اي لو ميليو دو ا دي. دونك دابخي لا بروبريتي اللي قرينا في الدرس دونز ان تريونغل سي اون دروات باس بار لي ميليو دي دو كوتي alors elle est parallèle au troisième côté. إذن قلنا عندنا O ميليو ديال AC وعندنا E ميليو ديال AD. دونك on déduit que EO كتوازي لنا DC. دونك قلنا dans le triangle ADC on a O le milieu de AC علاش؟ car O هي لو سونتر ديال متوازي الأضلاع ديال ABC D و AC هي لون دو سي ديغونال. اي اون اي وعندنا اي لو ميليو دو ا دي. دونك دابخي البروبريتي الاولى غادي نقولو بلي ان اي او هي اي او غتوازي لنا دي سي. سؤال ثاني بغاونا نبينو بلي ان او جي كتوازي لنا دي سي. اذا هادي هي
كانت وزننا دي سي. غادي نخدمو في المثلث بي دي سي. هذا هاد المثلث هذا دونك نفس الحاجه غادي نديرو دون لو تريونغل بي دي سي. اون او لو ميليو ديال بي دي كار او اي لو سنتر ديال ا بي سي دي وعندنا جي لو ميليو دو بي سي. دونك غادي نستنتجو بلي ان او جي كتوازينا دي سي. قلنا دون لو تريونغل بي دي سي اون او لو ميليو دو بي دي او لو ميليو دو بي دي جي لو ميليو دو بي سي alors او جي غتكون كتوازينا دي سي. يعني بالنسبه للسؤال 3 قالوا لنا نبينوا بلي ان النقاط اي او جي هما نقاط مستقيميه. دونك شنو عندنا حنايا؟ ديجا عندنا بلي ان اي او كتوازينا دي سي وعندنا او جي كتوازينا دي سي. اذا الا كانت اي او كتوازينا دي سي و اي جي كتوازينا دي سي الوغ دونك غتكوننا اي او كي موازين على نفس لا دغوات. اي او غتكون كتوازينا او جي. دان قلنا ان اي او كتوازينا او جي وبما ان او واحد النقطه مشتركه ما بيناتهم اذا غادي نقولوا بلي ان هاد لي دغوات سون كونفوندي يعني هاد لي دغوات منطابقين. اذا الا كانوا منطابقين غيكونوا النقاط اي او او و جي غيكونوا نقاط مستقيميه. غادي نديرو كوم او ايت ان بوين كوم بما ان او نقطه مشتركه الوغ لي دغوات سون كونفوندو. عندنا اي او او جي منطابقين سون انو هاد المستقيمات هادو منطابقين. اذا كيعني لنا بان اي او او و جي هما نقاط مستقيميه. دو غتكون عندنا اي او اي جي سون تاليني. بالنسبه ليكزيرسيس 14 EFG est un triangle équilatéral tel que EF كتساوي 5 سنتيم IG et K sont les milieux respectifs des côtés OF FG et GE. يعني غادي نرسمو مثلث متساوي الاضلاع بحيث ان EF تكون كتساوي لنا 5 وعندنا I و G و K هما المنتصفات ديال القطع EF و FG et GE. هنايا غنشؤوا الشكل ونبينوا بلي ان اي جي كتساوي لنا 1 على 2 او اف جي و اي كا كتساوي لنا لا مواتي ديال اف جي اي جي كا كتساوي لنا 1/2 او اف اي اون ديدوير لا ناتور دو تريونغل اي جي كا ونبينوا الطبيعه ديال المثلث اي جي كا. ان تريونغل ايكويلاترال كيساوي لنا 5 مثلث متساوي الأضلاع. E F G.
دونك رسمنا المنتصف ديال او اف هي اي، منتصف ديال جي اف هي جي، نحيدها هنا ونكتب هنا جي، وعندنا منتصف جي او ك. دونا نبينو بلي ان اي جي كتساوي لنا واحد على جوج، اي جي كتساوي لنا واحد على جوج من او جي. اذا شنو غادي نديرو دون لو تريانجل؟ E, F, G. On a. Edna. I, le milieu de I. Le milieu de E, F. I, G. Le milieu de GF. Donc IG, IG راه غتكون كتساوي لنا واحد على جوج من EG. IG كتساوي لنا واحد على جوج، نص لا مواتي ديال EG. اذا باردون هنا ماشي هكا، ماشي مستقيم. اذا اي جي كتساوي لنا واحد على جوج، او جي بما انهم مثلث متساوي الاضلاع دونك او جي راه كتساوي لنا خمسة. اذا اي جي كتساوي لنا واحد في خمسة هي خمسة، خمسة على جوج دونك هي خمسة على جوج. اذا اي جي غتساوي لنا خمسة على جوج راه هي جوج فاصلة خمسة. فوالا، بعدا هاد اي جي هي جوج فاصلة خمسة، نكتبو هنا جوج فاصلة خمسة. السؤال الثاني بينو بلي ان اي كا كتساوي لنا اي كا اي كا كتساوي لنا واحد على جوج اف جي. اي كا كتساوي لنا واحد على جوج اف جي. دونك اون عندنا اي لو ميليو، اي لو ميليو دو دو اف، اي عندنا كا لو ميليو دو جي. دونك غير من هنا ايكا، نخرجها غير من هنا، ايكا غتكون كتساوي لنا واحد على جوج، مي غير من هنا اف جي. اذا ايكا كتساوي لنا واحد على جوج اف جي، خلاص راه هي كتساوي لنا خمسة. دونك ايكا كتساوي لنا هي خمسة على جوج، ايكا كتساوي لنا 2,5. جي لو ميليو ديال اف جي، وعندنا ك لو ميليو دو جي. اذا جي ك، جي ك كتساوي لنا واحد على جوج او اف. اذا نكتب جي ك كتساوي لنا واحد على جوج في خمسة، دونك جي ك كتساوي لنا اللي هي خمسة على جوج اللي هي جوج فاصلة خمسة سنتيم. دونك بالنسبة للسؤال ثلاثة، on déduire la nature du triangle IGK. دونك on a IG كتساوي لنا IK كتساوي لنا JK. دونك I, G, K est un triangle équilatéral.
بالنسبه ليكزيرسيس 15 كونستروير ا لوزونج ا بي سي دي تيل كو ا سي كتساوي لنا 6 سنتيم اي بي دي 8 سنتيم يعني لوزونج معين بحيث ان ا سي تكون كتساوي 6 و بي دي 8 و اي تكون هي لو ميليو منتصف ا بي اي جي لو ميليو ديال بي سي ونحسبو اي جي ونبينو كو لي دووات اي جي و بي دي هما بيربونديكولير متعامدين غنرسمو قطعة على القياس ديالها 6 سنتيم دونك هي ا سي والنص ديالها غيكون هو 3 هي ا سي النص ديالها 3 ونرسمو العمودي غنرسمو العمودي اللي غيمر لينا من النص عندنا بي دي 8 يعني غتكون هنا 4 وهنا 4 باش يجي داكشي مضبوط غنفضل نخدم بالكومبا دونك 4 فوالا دابا هادي هي بي بي دي نكملو الانشاء ديال الشكل لوزونج السؤال الثاني سوا اي لو ميليو دو ا بي اي لو ميليو دو ا بي يعني خصنا نرسمو المنتصف ديالها اذا كناخد نحاول نرسم المنتصف إذن هالمنتصف قالوا لنا اي اي المنتصف ا بي ودابا غادي نشوفو جي ديال بي سي دونك هادي غتكون هي نشوف النقطة شنو سميت النقطة جي دونك عندنا نحسبو اي جي اون فدابا باش نبداو في لو تريونغل ا بي سي لو تريونغل ا بي سي غنكتبو هنايا دون لو تريونغل ا بي سي ا بي سي On a le triangle pas le triangle had. Dans le triangle ABC on a Edna I le milieu I et le milieu de AB ديال القطعة AB عندنا اي منتصف ا بي و جي اي لو ميليو دو ا سي انت اي منتصف ا بي و جي منتصف ا سي اذا ان راه اي جي هاد اي جي كتساوي لنا لا مواتي
ان دومي ديال باردون هنايا جي لو ميليو دو بي سي دو بي سي عندنا اي لو ميليو دو ا بي و جي لو ميليو دو بي سي اذا اي جي غتساوينا لا مواتي ديال ا سي يعني اي جي كتساوينا ان دومي ا سي اذا اي جي كتساوينا واحد على جوج ا سي عندنا كتساوي 6 سنتيم دونك اي جي اللي هي كتساوينا 6 على جوج دونك اي جي اي جي كتساوينا 3 سنتيم في السؤال الثاني قالوا لنا نبينوا بلي ان بلي ان اي جي هاد اي جي عمودي مستقيم اي جي عمودي على بي دي دونك انا غنكتب السؤال غنكتبه هنا بي هنا اون عندنا اي هي لو ميليو دو ا بي اي لو ميليو دو ا بي وعندنا جي هي لو ميليو دو بي سي اذا في القاعده الاولى بروبريتي الاولى ديال الدرس قلنا الا كانت اي منتصف ا بي وجي منتصف بي سي اذا راه اي جي توازي ا سي دونك اي جي راها كتوازي لنا ا سي اي اون عندنا بلي بي دي عمودي على ا سي لانه معين اذا عندنا بي دي اون بي دي عمودي على بي دي عمودي على ا سي اذا شنو غنستنتجو بلي اي جي عندنا اي جي كتوازي لنا بي سي اذا غنستنتجو بلي ان اي جي غتكون عموديه على اي جي عموديه على بي دي دونك هما قالوا لنا بي مونتري كو لو دووات اي جي اي بي دي سون بيربونديكولير وحنا بينا بلي انهم بيربونديكولير